الخبر الاولي عاد عن محمد جواني ورد على نور مارف. نزل هذا الستوري يا حبايب، جا حاط بي فيديو حزين لوحده من البنيه قاعده تحكي بي عن غدر الاصدقاء. يا حبايب راح احط لكم الفيديو شوفوه. شخص بعد عنك ما راح تموت، شخص غدرك ما راح يصير اشي، صديق خانك ما راح يصير اشي، انت بتتعلم. مش بقول لك الامس عبره واليوم خبره وغدا نصحح الخطوة. وبالإضافة يا حباب إن جوان نزل هذا الستوري كان كاتب بيه رغم إنه الفيديو عيد ميلاد غير مدرج، بس ما راح أنزله، وبعد ساعتين راح أنزلكم فيديو بدون مونتاج وراح أحكيكي في كل شيء بصراحة، لأن عن جدش معنا قرف وأكل هوا يلعن أخت هالمجال. بشكل ما تقول هالناس ما بتغدر، بيطلعوا أوسخ من اللي قبلهم، بكفي ولو رايح صور الفيديو وراح أنشره بدون مونتاج وراح أحكي كل شيء. وبالإضافة يا حبايبي انتشر هذا الفيديو اللي يوضح به هو لقطة نوعا ما من زاوية ثانية عن الصلح اللي صار بين نور مارو باريش. وبهذا اللقطة يا حبايبي تبين انه جوان اساسا ما كان يعرف عن الصلح بالكامل، ثم كان ماكل مثل كيكة بوجهه، وانه ما بيطار هو اللي سوى الصلح بالكامل، هو اللي اعلن عليه وسحب نور مارو خلاه يصالح ويا باريش. وبنفس الوقت يا حبايبي طبعا بالفيديو ظهر انه يارا كانت موجودة، ونفس الوقت ضحكت انور. يا شباب يا جواني يا شباب، ابو خالد الملك، احلى ابو خالد، ابو عبيد الملك. بدنا صفة كبيرة لباريس ونورمان، هاي بوز بار. يلا يلا صفة كبيرة نورمان وباريس. أحلى عالم، منظري حلو. بالإضافة يا حبايبي إنه محمد جوان نزل شوية صور ويا لما الشريف اللي هي مغنية العتا أغنية المشهورة كلش اسمها يما أنا اللي أريده، اللي جابت تقريبا فوق 100 مليون مشاهدة. حسب ما أتوقع إنه مجهزين أشياء كلش خرافية راح نعرفها بالأيام الجاية، وبالأخص قال راح تعرفون كل شيء يوم الثلاثاء. الصراحة حسب ما أتوقع يمكن يسوون أغنية ويا بعض. أكون أكتب لنا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر. وننتقل حاليا لأحمد أبو الرب بعد ما أعلن هو سفر يا حبايبي، نزل شوية ستوريات من داخل المطار. حاليا أعلن يا حبايبي إنه هو حاليا صار بدبي، ونزل شوية ستوريات هو كان من داخل دبي ويا أنس وأصالة وبنفس الوقت أسامة مروة. استرد صراحة شوية ضحكت أنا بحفر، راح أحط لكم الستوريات كاملة شوفوها. يا أوسي يعني أنا في الأردن أشوفك، دبي أشوفك، خلص صار معنا، صار معنا تشبع. مش حدا بيسمع والله، في بيسمع. تعرفوا بتعرفوا هذاك اللي بيكون قاعد على طرف الطاولة وما حد معبره؟ والله عمر ملك الشوفير، سواقتك كثير مريحة لل فتتوقعون يا حبايبي نروح تصورون ويا بعض وتسوون لنا اشياء كلش خرافيه؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شو توقعاتكم لهذا الموضوع. روح حاليا للاشاعات اللي طلعت انه نور مارو وعايده هم يحبون بعض، فتشر هواي لقطات يا حبايب من عيد ميلاد محمد جواني اللي صار به هوايه مصايب. بهذه اللقطات يا حبايب ظهرت انه نوعا ما عايده ونور مارو قاعدين يلزمون بعض، بنفس الوقت لقطات رومانسيه ما بينهم. وبالاضافه يا حبايب بعد ما نور مارو سحب عايده للمسرح، راحت يا حبايب هو ده يسحبها، لزم ايدها وسحبها رجعها. مثل ما شايفين بحبايب هذه اللقطه شو انه مار ماسك ايد عايدة وبدأ يمشي بيها لاخر الحفلة يعني. بالاضافة يا حبايبي انه اليوم هم نزلوا شوية ستوريات ويا بعض، وبهذه الستوريات هم جاء ظهرن ويا بعض، وقاعدين يقولون اكو مفاجآت قريبا، واكو مفاجأة راح تنزل باكر. مفاجأة بكرة. بالنسبة لقمر مارو يا حبايب وردة فعلها الصادم على هذا الموضوع يا حبايب، فصارت تحط لايكات للتصاميم اللي تجمع نور مارو ويا عايدة وتصاميم حما بينهم. مثل ما شايفين يا حبايب هذا التصميم انه قمر مار حطت له لايك. بالنسبه ليارا مار يا حبايب يمكن انه هي تحبه، من واضح يا حبايب ان هي غيرانه عليه شويه، فصارت تحط لايكات للتصاميم الحب اللي ما بين يارا مار ونور مار. حطت لايك لهذا التصميم يا حبايب راح احط لكم اياه، واضح انه كلش حب. 50% 100% 200% وضح الصوره. بالكومنتات شو رايكم اللي قاعد يصير؟ اتوقع انكم علاقة حب تجمع نور مار ويا عايدة، وشو رايكم بردة الفعل مال قمر ويارا؟ واخر شيء نختم يا حبايب، قمر مار يا حبايب تنزل لها هذا الستوري قاعدة تعلم من خلاله انه هي راح تنزل فيديو اليوم، وهذا الفيديو يا حبايب راح نعرف به هي وين سافرت بالضبط. وبنفس الوقت يا حبايب واضح انه من الصورة حطت انه اكو شيء حزين صار بالفيديو، راح ينزل لكم الفيديو اليوم الساعة بالخمسة، فاكتب لنا حبايب بالكومنتات ايش قاعد متحمسين لهذا المقطع. بس والله حبايب نوصلت المقطع، واتمنى اعجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع بلايكات، وبس شكرا لكم في هذه المقاطع من القصص، مع السلامة.